أسرار الملك فيليكس الصفقة الذهبية. أحمد فيليكس اللاعب الغاني اللي لعب للنادي الأهلي خلال الفترة من ما بين موسمين ما بين 93 ل 98 حقق فيها إنجازات كبيرة جدا، 10 بطولات، 110 مباراة، 47 هدف، 5 مرات لفيليكس في الفوز بالدوري مع النادي الأهلي، وبطولة في كاس مصر، بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري مرة واحدة 96، والبطولة العربية الفائزة بالكؤوس مرة واحدة 94، وكاس السوبر مرتين 97 و98. وصفقة مهمة جدا. تحب فيليكس يقول حاجة عنها ولا أنت اللي تقول اللي أنت عايزه؟ نشوف فيليكس الأول وهو يحكي في صدى البلد عن قصة انضمامه للنادي الأهلي، لأنه صائد الصفقات كان هو اللي اصطاده. ازاي جيت النادي الاهلي؟ طارق سليم كابتن طارق سليم كان طيار في مصر للطيران وجي غانا عشان يتعاقد مع لاعب اخر فعلا. بعد ما وصل في المطار قالوا له ان في لاعب دوت هيروح بروسيا دورتموند، ففي حد قال له في ولد صغير في نادي هنا عايزك تروح تشوفه. فطارق سليم جه للنادي عندنا وقابل رئيس النادي وشاف فيديوهين ليا وقال شاف التدريب قال انا عايز فيليكس. رئيس النادي قال له لا فيليكس ده صغير جدا، ده عنده 17 سنه هتاخده ازاي؟ ما سافرش قبل كده، ده هيروح هيعيط هناك، ده لسه صغير فهيبقى صعب بالنسبه له. بس طارق سليم قال لا انا عايز الولد ده عنده موهبه وده لاعب هيبقى خارق في المستقبل انا متاكد، وهيبقى لاعب هايل. فطارق سليم عمل كل حاجه علشان بعد ما وصل مصر بعد التاشيره وبعد عدل القيعي كان مع طارق سليم. برضو كان طبعا من ضمن الموضوع ورتبوا ليا ان انا اجي مصر. قلت لوالدتي قالت لي ممكن لو سافرت الطياره تقع بيك ما تسيبناش وما تمشيش وانا بحبك وانت ابني الوحيد ما تسافرش. كانت والدتي كانت اول مره ليك تسافر بره؟ نيفر. خليني اقول قلت لها خليني اجرب اخد التجربه. بعد شهر واحد طارق سليم وعادل القيعي بعتوا لي تاشيره وتذكره وسافرت وجيت مصر. لما وصلت المطار لقيت ناس كتير جدا، قلت ايه ده؟ في غانا ما عندناش عدد ده من الجماهير، لقيت اهلي كتير جدا جم المطار عشان يرحبوا بيا. بعد كده رحت ملعب التدريب لقيت جمهور كتير جدا، كنت مش مصدق، كنت بكيت من كتر ما انا ما شفتش حاجه زي كده قبل كده ان كل الناس دي تشجع لاعب واحد. لكن بشكل عام استمتعت بعائله النادي الاهلي وكانت تجربه ناجحه وعندي ذكريات رائعه مع الاهلي. مش هتلحق. بص بسرعه كده، هو طبعا حكى حاجه تخصه لكن ما يعرفش الكواليس الثانيه. هو حكى ان احنا رايحين نتعاقد مع لعيب اسمه اوجستين اهينفول، كنت انا كان هداف بطوله العالم تحت 19 سنه ورشحته، وكابتن صالح قال لي سافر مع طارق سليم، هو عنده رحله للغانا، اطلع معاه ومعاك، خدت الاوراق وخدت كل حاجه، واحنا رايحين زي ما بيقول كده في التاكس قالوا لنا ان اوجستين طالع المانيا. طب هنعمل ايه؟ كابتن طارق اتضايق، فأوتشري اللي هو المدير الفني للمنتخب الغاني اتصلنا بيه، الراجل جالنا كان في جوابات يعني لازم ياخدها من الاتحاد المصري والافريقي حاجه زي كده يعني، كلفونا بدل ما سافرين سلموا الظروف دي. فقلنا له مين الفراوده اللي ممكن ترشحها لنا؟ مين هداف الدوري دلوقتي؟ قال فلان وجاستين ومعاه شاب صغير عنده 18 سنه، لكن اذا كنتوا عايزين لاعب دولي اوسكار واحد اسمه كوهن. فاتفرجنا على كل الشرايط اللي تخص الاربع لعيبه دول، اربع لعيبه هم وكينيدي المهم، فاتفرجنا عليهم كلهم، هم كانوا بيسوقوا لنا هو بيلعب في اوسكار مع اوسكار في نادي اسمه دوي فيليكس. بس الكابتن طارق وانا في نفس التوقيت
لفت نظرنا لعيب عنده 18 سنة يا كابتن طارق ايه رأيك؟ قال لي انا مبسوط من الولد ده، شوف بيفخد ازاي، شوف بيلعب ازاي، وثمان تجوان كلهم متنوعين. نحكي بعد كده التفاصيل المالية لانه جه 50,000 دولار كله، مش 45,000 دولار للنادي و 15,000 دولار له. هما كانوا ابتدوا ب 150,000 دولار للنادي، وبعد كل البطولات دي بعناه بمليون دولار. بمليون دولار، وهو كان بياخد 900 دولار. كنت متفق معاه على 500 دولار طول ما في قطاع الناشئين، لما لعب وانتظم اترفع بقى 900 دولار وبعدين 1200 1300 حاجه زي كده في الشهر. الحقيقه يمكن المهندس ابراهيم المعلم لفت نظري لحاجه او فكرني بواقعه. قال لي في حكايه فيليكس ابو اجيه، لما احنا كنا بنتكلم على فيليكس قال في البطوله العربيه اللي كانت هنا في منتصف التسعينات وكابتن ثابت البطل كان الله يرحمه مدير كوره، ففيليكس اتاخر في بلدهم. فالمهندس ابراهيم المعلم بيقول لك انا كنت مع كابتن صالح، كابتن ثابت جه وهو مدير كوره بيقول له ايه بقى شكلك يا ثابت؟ قال له فيليكس ما جاش. قال له طب هتعمل ايه؟ هي مش كده قوي بس مش عارف التفاصيل. فكابتن ثابت قال له هشام حنفي اتعور وهو كان عايز كان حسام موقوف، كابتن حسام موقوف، وفيليكس كان كابتن صالح قال بره المعسكر. قال له هتعمل ايه يا ثابت؟ قال له انا شايف ان قرار احترافي ممكن نفرض عليه عقوبه ماليه اكتر عشان الفرقه محتاجاه. فقال لك كابتن صالح بص له كده، فكابتن ثابت فهم ان كابتن صالح مش مقتنع. قال له انت ايه رايك يا كابتن؟ فكابتن صالح قال له الراي رايك انت، ده قرارك انت، اتصرف وانا هشوف انت هتعمل ايه. كابتن ثابت رجع رغم احتياج الفرقه، عمل الصح واوقف فيليكس، وانت كنت حاضر. لكن عايز يدبسني، هو قال لي ما تروح تكلم الكابتن صالح يديني يا كابتن حسام يا فيليكس، قلت له روح كلمه انت ناصح. هو ده النادي الاهلي اللي في اصعب الظروف المبدا هو اللي بينفذ، عشان كده هو النادي الاهلي.